صباح الخير، صباح الرياضة، صباح أنا وأمي، برنامج للطفل مع أمه. فاليوم رح يكون معانا علي وزينة وفاتن، رح نعمل بروجرام برنامج للأم وطفلها، بيعملوا تمارين رياضية باستعمال أدوات من البيت، مثلا زي الطابة، زي أي إشي فيه مطاط. رح نبلش في الإحماء. علي رح يعمل نوع ثاني من الإحماء. ماشي بالمكان، برافو، كمان ماشي في المكان عشان بلش الإحماء. هلأ من هون رح نفتح الرجلين ونعمل قرفصاء ونناول هون، بس نحمل الرجلين ونعطي الطابة، برافو. ننزل ونعطي الطابة، ننزل ونعطي الطابة. هلأ رح ننزل لتحت ولفوق وبعدين نناول، كمان لفوق، نحرك الإيدين، ننزل لتحت ولفوق ونناول، برافو، عشان نحمل إيدين كمان. هلأ من هون رح نلف على الجنب وناخد الطابة عشان نحمل خصر، كمان أسفل كمان، أيوة كمان على الجنب، نمسك هون كمان، برافو. هلأ منلف وجهنا لبعض وبنعطي الطابة كمان للخواصر، برافو كمان هون، نغير، أيوة برافو زينة. هلأ تمرين الثالث، رح ننزل من تحت هون، ناخد الطابة ونرجع من ورا هون وننزل، برافو كمان، أيوة عشان نعمل تقوس للظهر فوق، أيوة يعني لو أنك أطول شوي، كمان كمان. هلأ بدنا نحمي إحماء ثاني، منلف ونعطي الطابة، منلف منلف ومنلف، أيوة برافو كمان مرة، أيوة هون، يلا كمان مرة، برافو كمان مرة. هلأ بدنا نروح على الجنب هون، نوقف جناري وناخد الطابة من فوق هون، نمسك الطابة وننزل لتحت ونغير الجهة الثانية وننزل لهون، ناخد الطابة ننزل، برافو، أيوة ناخد طابة، برافو كمان مرة، آخر. هلأ من هون رح ننزل من قدام فوق فوق وننزل، بنمسك وإحنا تمرين للظهر، برافو، ننزل لتحت ونناول هون، برافو تمرين للظهر، أيوة كمان تحت وفوق كمان، آخر مرة، ممتاز. هلأ منشيل الطبات، رح نعمل أول شي تمرين للمعدة. الأم بتعمل قرفصاء والطفل بيعمل تمرين للمعدة. نشوف هون علي، نرفع، الأم رح تعمل قرفصاء والطفل تمرين معدة، ننزل لتحت كمان لتحت، آه ننزل لتحت. كمان لتحت، أيوة كمان، ننزل كمان لتحت علي، ننزل أكثر، أيوة برافو كمان، ممتاز. هاي التمارين تقدر أي أم، الأم عاملة قرفصاء والطفل عامل تمرين معدة. هلأ بننزل هون ومنجيب الفرشة، حنيم الأطفال لتمارين المعدة، ننام هون، شوفوا التمرين كيف الأم تعمل تمرين، تحط رجليها، الطفل بيمسك من تحت وبنطلع لفوق، يلا لفوق، والأم تعمل تمرين للظهر فوق وننزل كمان، أيوة لفوق ولتحت كمان، برافو. هلأ التمرين رح تعمل بايسبس اللي هو تمارين الإيد هون، نرفع الولد فيها كمان، أي شيء مغيط في البيت بزبط كمان، لفوق نشد عضلات المعدة،
ممتاز. هلا بنرفع الرجلين لفوق عند الماما، بنرفع رجلينا لفوق عند الركبه ونشد على ركب ماما. هلا الام رح تعمل تشيست هون، ونطلع الولد كمان حيعمل تمرين للايدين. برافو، كمان تحت وفوق، تمرين للصدر والطفل معها كمان. ايوه برافو، ممتاز. هلا بننزل الرجلين، نطلع الطفل فيها، يلا اب 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 اب، نطلع لفوق. هلا رح تنزل الام عكس الطفل، يلا ننزل ريدي. هلا رح نطلع لفوق، الطفل بيعمل التمارين كمان، فوق وننزل لتحت، نشد عضلات المعده ونرفع لفوق. برافو، كمان لتحت ولفوق، فوق وتحت، كمان فوق وتحت. هلا رح نكمل تمارين للظهر، والطفل رح يعمل تمارين كارديو. رح ننام على بطننا، الامهات الام بتنام على بطنها، الطفل رح ينط من فوق الام، طبعا الام رح تعمل تمرين سوبرمان والطفل رح ينط. يلا علي النط، وبنعمل 1 بيربي. برافو، كمان من فوق الام، الام هون عامله تمرين ظهر، كمان بيربي. برافو، ايوه، والام عامله تمرين للظهر. برافو، كمان ممتاز، كمان كمان اثنين، اخر مره. برافو، هلا الطفل بنام والام بتعمل التمرين، ننام نمد ايدينا لفوق، تمرين للظهر، نرفع ايدينا ريدي. يلا ننزل هون، جامب بيربي، كمان كمان، نرفع ايدينا علي، نرفع ايدينا فوق، ايوه برافو، ايوه اخر مره. هلا بنرجع للتمرين اللي وراه، نوقف عليه، الام رح تعمل بلانك هون، والطفل بس رح ينط من فوق الام. يلا آخر مرة، كمان مرة، ممتاز. تعبت؟ برافو زينة. هلأ رح نكمل التمارين هون، نطلع من هون نكمل التمارين، ننزل يلا بس نشد لورا ولقدام، كمان تمارين للظهر، ننزل لتحت ونمط، كمان ايوه كمان، ايوه برافو. هلا نحاول نزل طفل اكثر شوي لتحت، برافو كمان، ايوه ممتاز. هلا رح نعمل تمارين بالانس، نمسك ايد الطفل مع الام ونمسك هون، يلا ممتاز، تمرين بالانس توازن، نغير الرجل الايد الثانية، نمسك ماما ونرفع الرجل هون، ايوه. هلا بنخلي الطفل قدام الام هون، هنعمل تمرين ستريتشنج، نمسك الطفل من هون، بنمط له ايده على الجنب واحنا بنمط معه، نطلع لفوق شوي شوي، نغير الجهة الثانية ونحاول نمط الإيد لفوق، هلا بنطلع لفوق، بنفرد إيدين الطفل هيك وبنلف على الجنب، نغير الجهة الثانية
برافو. بندفع ايدينا لفوق، نحاول نمط الطفل قد ما بنقدر على اصابع الرجلين. برافو، ايوه اصابع الرجلين. هلا من هون بنجيب الايد لورا وبننزل لتحت. هون بنقدر نورجيكم اياها بهذا الشكل، ننزل لتحت. برافو، نطلع لفوق. ممتاز علي، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه زينه، عملتي منيح، كنتي شطوره. شكرا فاتن، شكرا علي. ان شاء الله بنشوفكم بالحلقات الجاي، تمارين جديده مع الاطفال. نحاول دائما نعمل اي شيء مع اطفالنا، عشان هذا الحكي بربط كثير بين الاهل واطفالهم. ان شاء الله بنشوفكم بالحلقات الجاي، تمارين جديده وبرامج حركه. معكم ريم عامر.